سؤال أبو عابد الآخر حفظكم الله يقول: متى يكون الخلاف معتبرا؟ إذا كان له حظ من النظر كما قال الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. إذا كان الخلاف له احتمال في الأدلة وله وجه، فهذا له حظ من النظر. أما الاختلاف الذي ليس له مكان في الأدلة، وإنما هو ظن أو أنه تبع الهوى، هذا لا اعتبار له. نعم.